إذا غمضتي وفتحتي عينك فجأة واكتشفتي إنك أنتي عايشة في هذه الدنيا بروحك، وجميع علاقاتك الاجتماعية تعبانة أو مقطعة، ووظيفتك ما تأدين فيها على مستوى جيد، حسابك البنكي يكاد أن يكون صفر، فهذا الفيديو حقك. أحب أقول لك إن هذه أحد الإشارات الواضحة والقوية إن حضرتك عايشة مع نرجسي، بس ما كنتي تدرين أو متناسية. اليوم راح أتكلم معاكم عن 4 أشياء: اضطراب ما بعد الصدمة، التعلق المرضي، العلاقة مع النرجسي، ورابطة أو متلازمة ستوكهولم. خلونا نتثقف شوي بدل لا نطالع مسلسلات، على الأقل نكتشف الوضع قبل لا ياخذ ويسرق من عمرنا سنين. هي حالة أو نظرية تحاول تكتشف أو تعرف شنو هي الأسباب وراء حب المجني عليه من الجاني. وخلونا في البداية نتكلم عن رابطة ستوكهولم. شنو هي؟ نظرية مقترحة، لاحظوا مقترحة بس، تحاول تفسر سبب تطوير الرهائن لمشاعر حلوة ووطيدة اتجاه محتجزينهم. مو فاهمين ليش المجني عليه يحب الجاني ولا ما يقدر يهده بعد. مرة بفسر لكم إياها من الآخر. هي عبارة عن حيلة ذهنية يستخدمها العقل، عقل منه الرهينة، كمهرب من الوضع اللي حست فيه إن هي ترابد وحست إن هي مقيدة ومحصورة فيه عشان تقدر تتعايش، وإلا عقلها راح يطأ. يعني هي لازم تحبه لأن هي ما هي قادرة تنحاش ولا هي قادرة تغيره، فشنو تسوي؟ العقل يلعب عليها ويحببها فيه. لما العقل يفقد السيطرة تماما على هذا الموقف وما يقدر يتخطاه، يعني ما نلقى حل عشان نطلع من هذا الوضع، يقوم بتحوير مشاعر الخوف والكره وعدم الأمان إلى مشاعر حب وامتنان ورغبة وفرح بتواجدنا مع هذا الإنسان. يعني بدال لا تحوش زهايمر، بدال لا يصير فيك كوما، بدال لا تفقدين الذاكرة، لا حبي أحسن وعيشي تكيفي. يعني هي آلية تكيف، يعني بالضبط انطاعك الزمان ولا طيعة. والجدير بالذكر أن متلازمة ستوكهولم هي متلازمة متناقضة. المشاعر المتعاطفة اللي تشعر فيها الإنسانة المعتدى عليها هي عكس تماما للمشاعر اللي يشوفونها الناس من برا لها. يعني هي تشوف روحها أنها هي في حالة حب، أما الناس يشوفونها بازدراء وخايفين عليها من اللي قاعد يحصل وهي مو منتبهة. يدرون ان هي شايفة شيء غلط، يدرون ان عينها متغمية، هما شايفين شيء هي مو شايفته. وانا هني راح اعطيك 4 مكونات رئيسية من خلالها راح تميزين اذا انت تعانين من هذه المتلازمة. الرهينة اللي هي انت مو بس تحب هذا الاسر ولكن ايضا تطور هذه المشاعر اتجاهها. يعني ممكن يحوشها شغف، ممكن يحوشها وله، ممكن انها تفقد، ممكن انها تحس بالاهتمام اتجاهها. تخيلوا انكم تحبون ناس ما كان في شيء جميل بينكم وبينهم، يعني العلاقه ابتدت بينك وبينه بالاذى والتعدي. 3، ايمان الرهينه بانسانيه هذا الاسر. يعني على الرغم من كل التعسف الموجود في هذه العلاقة إلا أنك دائما راح تلقين لهم العذر المناسب حقك وراح يقنعك أن أهما لهم حق باللي أهما سووا فيك. أنت ما تعتبرين هذا تهديد حق حالتك النفسية أو حالتك الذهنية؟ لا حبيبتي، أنت دائما وغالبا ما راح تتبنين قيم هذا الإنسان المؤذي وراح تقتنعين فيها. 4، رفض الرهينة انها تروح تشتكي على التعدي اللي حصل عليها من قبلهم حق الشرطة او السلطات المعنية او حتى حق ابوك وامك. ما تتكلمين، دايما صامتة، بنين افكار انه غلط وعيب وما يصير وما يجوز اني انا اشتكي، لازم اسكت لان انا لازم اكون ساكتة. هذا غسيل المخ اللي سواه عليك النرجسي. شنو هي الاثار النفسية والجسدية اللي راح تكون عندك؟ الارتباك وعدم وضوح الذاكرة، ما تتذكرين الأحداث صح، دائما تجملينها وتطعمينها في أشياء على كيفك، ها؟ زائد تكرار واجترار الآلام اللي كنت تعيشينها معاه في الماضي. الآثار العاطفية اللي راح تحسين فيها، نقص الشعور، يعني أنت راح تكونين إنسانة بليدة، أو الخوف، العجز، اليأس، ما لي حل، أنا لازم أني أنا أتكيف مع هذا الإنسان. اكتئاب، الشعور بالذنب، الاعتماد الكلي على هذا الآسر، تطور اضطراب
ما بعد الصدمة PTSD. أما من الناحية الاجتماعية فراح تحسين بالاغتراب، يعني أنت ما تقدرين تختلطين وتندمجين مع الناس السعيدة والفرحانة لأن أنت دائما في هم وفي ألم. القلق، التوتر، الهيجان، ممكن أي شيء يثيرك لأن أنت قاعدة تاخذين مشاعر من هذا الحبيب وقاعدة تقبتينها داخلك. 4. الآثار الجسدية، عاد هني حدث ولا حرج. زيادة في الأعراض المرضية القديمة اللي كانت فيك، يعني إذا كان في عندك احتمال أن يصير فيك سكر أو احتمال يصير فيك ضغط، لا الحين صار واستوى خلص. ممكن تصير فيك أمراض جديدة أنت يعني ما كنت يعني مو موجودة، ما تدرين. في العرض يكون واحد من بين مليون، بس أنت سبحان الله اللي اختارك هذا المرض وطلع. قلة النوم وعدم الاحتكاك في المجتمع الخارجي. شنو في بعد زيادة؟ فلازم تعرفين أن ترك علاقة مسيئة ومسمومة مع النرجسي ليس بالأمر السهل، لا، تحتاجين بالمتوسط أنك أنت تكونين معه وتهدينه 7 مرات على ما تيقنين أن هذا الشيء وهذا الشخص غير صالح للاستخدام الآدمي، يمكن يعيش في كوكب ثاني. هذا إذا ما يعني أبعدوه 7 مرات لازم تهدينه وتتمين معه، هذا في المتوسط. هذا حق الناس الشبه طبيعيين، في وايد ناس يقعدون أكثر ويطولون. لذلك العلاقات مع النرجسي نشوف دائما الناس يقولون صار لنا 20 25 30 40 سنة، يلا يلا قدرنا أن احنا نتركهم. ليش؟ لأن الجسم يكون فعليا أدمن على هذه الكيميكلز اللي يفرزها المخ في جسمك أنت حالك حال الشخص المدمن. جسمك تعود على إفراز هذه الهرمونات اللي البعد وصمت عقابي، ويقرر انه هو ينفصل عنك ويتركك الى قبل ما تموتين، يعني خليش توصلين الى الرمق الاخير وبعدين يرد لك. تصيرين انت متعلقه في هذا الهرمون اللي راح يفرز في لحظه الالتقاء معه. تخيلي انت تعيشين في هذه الحاله عشان بس تكونين في عرض هذا الهرمون اللي راح يكون تاثيره وافرازه في جسمك ساعات قليله من بعد ما يرجع لك محفوظ السلامه. وزيدي عليها بعد شيء وايد مهم، ان انت لا يمكن تحسين بشعور الرضا والفرح والسعادة والاطمئنان والاكتمال الا مع هذا الشخص. لو كان بقية الناس والدنيا كلها تحاول انها تقدم لك هذه المشاعر على اطباق من ذهب واطباق من فضة، انت ما تبينها، انت تبين تاكلين هذا الشعور من هذا الطبق العفن المقدم من هذا الشخص. فالطريقة الوحيدة عشان تتحررين من هذا الإنسان السام هو أنك أنت تحولين صمام الطاقة المهدر اللي خارج منك في نحوه، علشان تحاولين ويصير عندك أمل أنه هو ممكن أنه يتعدل بعد زليون سنة، على أنك تبتدين تقاومين هذه المشاعر وتبتدين تعطين نفسك هذه الطاقة بدل لأنك أنت تهدرينها عليه. لازم تفهمين أن هذا شخص لا يمكن أنه هو يتغير، وكل ما خدتي هذا الشعور بسرعة وكل ما توصلتي حق هذه النتيجة بسرعة، كل ما قللتي من الأمراض والأعراض الجانبية اللي أنت راح تحسين فيها. فلا تخدعين نفسك، هو ما راح يتغير. أرجوك اقضي هذا الوقت وسلطي هذا المجهود عليك أنت في أنك تنسينه وتتحررين من هذا الهم وهذا السجن اللي انت حطيتي فيه. شلون اشتغل على نفسي؟ لما تعلمين من استحقاقك وتفهمين انك انت دائما تستحقين الافضل، تاكدي انك انت خطيتي اول خطوه في طريق النجاة. ولازم تقرين ان هذه العلاقه مو جيده بما فيه الكفايه علشان تستمرين معاه فيها. ولازم تعرفين ان 75% من ضحايا العنف المنزلي يا اما انهم يقتلون او يمرضون او يصابون بعاهة مستديمة اثر تواجدهم وبقائهم مع هذا الانسان. ودائما تذكري حياتك شلون راح تقول عليه من بعد التخلص من هذا الشخص السام او المسموم. كفاية انك راح تحطين راسك على المخدة وتنامين وانت مليئة بالفرح، ما في الم، ما في عوار راس، ما في عوار قلب، ما في، وراح تحسين بالاسترخاء والهدوء والاطمئنان، لان ايدك اللي تشققت من المواسه اللي كان يمسكك فيها هذا الاخ النرجسي محاوله منك في انك تبقين في هذه العلاقه تشنجت. حبيبتي ارجوك ارخي قبضه يدك واسمحي لنفسك بانك تعيشين حب.